صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنت مسافرا وعندما وصلت إلى قرية من القرى وجدت الإمام يصلي العشاء وأنا لم أصلي المغرب وقد سبقني الإمام بركعة، وعندما سلم الإمام سلمت معه، فهل صلاتي صحيحة؟ الأولى أنك تصلي المغرب وحدك أو مع جماعة، ولكن إذا دخلت مع الإمام من أول الصلاة أو في آخرها من صلاة العشاء بنية المغرب هذا جائز. نعم.